لا ما حدش يأذي حد تحت قيادتي في فترتي، لا بالشكل ولا بالعبارة ولا باللفظ ولا بالإساءة ولا بالتلميح طول ما أنا موجود. لما أسيب الكرسي ده يبقوا نالوا من كل الدنيا. أنا ما قبلتش الشتيمة في مطرب مهرجانات أو مطرب. ما أنا لسه كنت هسألك السؤال ده، ما قبلتش. ومطربين المهرجانات برضو بينضموا، ربنا ليه أعلم. أنا معادي واحد المفروض أنه كان أولئك الناس، واحد بيعمل برنامج المفروض أنه كان صاحبي، فبيتهكم على مطرب من الولاد اللي أنا احتويتهم. وبقى ابني، ابني من أبنائي. يا سلام، ما أنت لميت من وراهم 80 مليون جنيه. لا ولا 100 مليون جنيه. طارق الاستاذ طارق فؤاد قال كده، بس لميتهم من الصندوق طبعا. يعني مش منهم هم يعني. لا انا ظبطت منظومه. طب نشوف الفيديو ونشوف طارق قال ايه. نزلوا الفيديو. اتفضل. ليه ما زعلتش من مصطفى كامل لما ادى تصريح، وما زعلتش من هاني شاكر لما رفض انه يدي التصريح؟ انا ممكن اعتذر لمين؟ لهاني طبعا. لان هو كان صح، انا اللي كنت غلطان، لان مصطفى صح دلوقتي، لأن ياخد منهم فلوس. يعني مصطفى في 3 اشهر الصيف دول في الساحل الشمالي طلع مبلغ 100 مليون وحاجه لصندوق النقابه طبعا. طبعا منهم. انا من المهرجانات. انا غلطت. انا غلطت. يعني مصطفى كان مطلع 100 مليون جنيه من المهرجانات فقط، واكتر في 3 اشهر للنقابه والمعاشات. عشان كده انا في ظهر مصطفى وبعتذر لهاني على التصريح ده. طب انت ممكن تغني مهرجانات؟ انت شايف ان انا ممكن اغني مهرجانات؟ لا، بس انا بسالك. لا. رد. اخويا وحبيبي ومن اطيب واجمل ناس طارق فؤاد، بس انا صحح معلومه بقى. ان الفلوس اللي تمت دخولها للنقابه ما تمتش من شعبه الاداء الصوتي. لا، شعبه الاداء الصوتي بس بقت ليها عليها واجبات وليها حقوق. بقوا واخدين كل حقوقهم ومفيش حد يقدر ياخد منهم بريزه فضه بره ايصال النقابه. ولاهم مني كل الحمايه. طالما كانوا بيعملوا فعلا زمان كانوا بيستغلوهم قبل ما انت. لا، انا معايا بلاوي واعترافات بلاوي. قالوا لي احنا بس انت بقالك سنتين بتقول معايا بلاوي في الجهات ما تتكلم في الجهات. طب ما شفناش حد دخل النيابه ولا لا في الاموال العامه. القصه الحكايه كلها في الاموال العامه ولا شيء قانونيه. يعني انت حطيت ايدك على الموضوع وراحوا اتسالوا، فتح تحقيق ودخل النقابه والنقابه للمستشار مجلس الدوله. طيب موظفين النقابه هم ولا في ناس مشيت؟ لا طبعا مشيت. ها؟ لا مشيت طبعا. كم واحد؟ كتير. طيب ما اعضاء النقابه واعضاء المجلس زي ما هم، ايه اللي حصل يعني؟ لا اعضاء الموظفين ولا شفنا حد اتحاسب ولا حد مشي. ازاي في من المجلس ناس من اتحولت للتحقيق في اتحقق معاهم؟ طبعا. هو دلوقتي امام الجهات القضائيه. طب انت بتقول لي ان انت مش عارف. ما اعرفش ايه. اصدقك ازاي؟ لا عارف، بس ما اقدرش اتكلم في امور تحت ايد القضاء. انا ما اقدرش. بس تمت ادانتهم بالفعل، وراحوا كل الاولاد اللي كانوا بيعملوا كده شهدوا تاني غير الشهادات اللي جوه النقابه، شهدوا امام الساده النيابه العامه والمستشارين القانونيين فيها. هتيجي بقى بتكلميني على سؤال تاني، بتقولي اعضاء المجلس زمهم. اعضاء المجلس زملائي منتخبين. دول منتخبين.